طيب تمام، نجرب بقى دلوقتي كده. خدنا النهارده ايه؟ واتش ويز. واتش، لو قلت له كده واتش ال اس، قال لي ده ال اس ده الياس، ال اس اللي هو اسمه ال اس داش داش كلر يساوي يساوي تي تي واي. لسه ايه؟ هناخد الياس ده النهارده ان شاء الله يعني. طب جميل، طيب نعدي موضوع الالياس. لو قلت له واتش كات، قال لي ده سلاش بين سلاش كات، ده مكان الباينري بتاعها. طيب ده بالنسبه للواتش. طب ويرز، لو قلت له ويرز ال اس، قال لي ده موجود ال اس، ده موجود في سلاش بين ال اس، في سلاش يوزر شير مان مان 1 ال اس دوت 1 دوت جي زد، موجود في كذا كذا. خلاص لو قلت له ويرز كات، قال لي ده موجوده برده في الاماكن دي. يبقى كده لو انا هعمل سيرش على ايه؟ على قمر، صح؟ طب لو مش موجود هيقول ايه؟ هيقول نوت فاوند ان كذا ولا نوت فاوند بس؟ لو قلت له وريد مصطفى، مش هيعرف ايه مصطفى ده؟ مصطفى مفيش حاجه عنده. خلاص؟ طب اعمل هو الجي سي سي كده؟ طب ويتش؟ اهو نو جي سي سي ان، اقرا كده؟ هو لا ويتش اللي هو الكومنت بتاعي مش موجود. اه هو كده ان هو جي سي سي مش موجود. ايوه طب ليه الاف ويرز فين؟ هات ويرز بقى جي سي سي كده. ولا بس ما لقاش كوماند ليها، ما لقاش تعريف يعني، ما لقاش كوماند بتاعها. هو لا فلايبرري يعني؟ ده لقى ملف اسمه حاجه كذا كذا. خلاص؟ انما ما لقاش ابلكيشن انت بترن بيه، يعني ما لقاش ابلكيشن ترن منه جي سي ده. ايه ال... ايه الابلكيشن انت بترن منه جي سي ده؟ مش موجود. خلاص؟ طب انا بصيت على الفيلم قال لي هو اديني الابلكيشن بتاع الجي سي سي. ده الدايركتوري بتاع الكومبايلر اللي هيعمل لك كومبايل للحاجه دي. دي الدايركتوري بتاع ايه؟ الدايركتري اللي فيها الكومبايلر هيعمل لك كومبايل في الكومبايل اللي هو بتاع لما تاخد لما تاخد انستريشن بتاع ذاتي انستول باكج يبقى سهل. ماشي فكرت هو موجود اصلا على السيستم. طيب ده بالنسبه ايه؟ ان انا سيرش على كوماند. طب لو انا هسيرش على فايل، ممكن اقول له لوكيت اي ملف عندي، ملف اسمه مثلا اناكوندا داش كي اس دوت سي اف جي، قال لي موجود في قلب سلاش روت اناكوندا داش كي اس دوت سي اف جي. خلاص شايفين لوكيت ده؟ لو قلت له لوكيت باسورد، جاب لي كل حاجه فيها باسورد. شايفين السرعه؟ سريعه جدا جدا جدا. قلنا ده ليه؟ لانه بيزد على دي بي. طب لو قلت له تاتش، انا كده عندي ملف وسميته نيو فايل، لو جيت اقول له فايند لا لوكيت نيو فايل ده مش ليه حاجه، يبقى لازم اعمل ابديت للدي بي بتاعتي، صح؟ هيقعد كده عندك فور وايل يعني، والفتره قليله جدا يعمل لك ابديت للدي بي. وبعدها طبعا كل ما السيستم عندي كبر وعندي كل ملفات عندك كترت، كل ما ياخد وقت عشان يعمل ابديت للدي بي بتاعته دي. في مشكله كده؟ لو جيت اقول له تاني لوكيت نيو فايل، جاب اهو. في مشكله؟ تمام. طيب طب احنا قلنا ده مشكله اللوكيت. اللوكيت ده مقرر تقريبا عشان كده بتستخدمه. اللي شغال دلوقتي فايند، ممكن اقول له فايند واقول له ده فايند فين. ممكن اقول له داش نيم باسورد مثلا، ماشي كده؟ كده عمال سيرش على فايل اي ملف فيه باسورد، ماشي كده؟ طيب زي الفل. طب لو عايز سيرش، لو عندي ملف اقول له، لو جيت اقول له تاتش ملف اسمه باسورد، عملت فيه سمول وفي كابيتال، ولو قلت له فايند تحت السلاش داش نيم باسورد، ما جابوش الملف بتاعي. انا عايز اجيب اي ملف اسمه باسورد ومش هيفرق معاه كابيتال او سمول، هقول له داش اي نيم. المره دي جاب الملف هو اللي في قلب سلاش روت باسورد اللي هو الملف الرابع من تحت، شايفينه؟ تمام؟ جميل جدا. طب عايز سيرش الملف بالميشن بتاعه، هقول له شينج مود ثلاث سبعات الباسورد ده. كنا اقول له بقى فايند تحت السلاش روت داش بيرم بيرميشن ثلاث سبعات. قال لي روت باسورد ده. ماشي؟ ممكن انفذ عمليه عليه اقول له فايند تحت السلاش داش بيرم ثلاث سبعات، اعمل لي اكسكيوت لايه؟ للكوماند اللي اسمه ار ام، لمين؟ للحاجه اللي انت هتلاقيها.
في مشكله. المفروض اجي في الاخر اقول له انتهى كده. كده اي حاجه لقاها هيحطها مين؟ ما بين القوسين بتوع ار ام. انا عملت في سلاش الاصليه شروط. شو تعمل ده؟ سلاش شروط. ايه ده؟ بتاع اللي هو تقريبا يعني انا غلطت نفسي، انا غلطت غلطه عمري يعني. المفروض ما حدش يغلطها. المفروض كنت قلت له فاين تحت السلاش داش بيرم 3 سبعات، المفروض قلت تحت سلاش روت صح؟ انا قلت له تحت السلاش، هو كده راح تحت السلاش وعمل ار ام لاي حاجه بالمنظر ده. 3 سبعات فكده مسح كل ملفات الاكسكيوتابل اللي على الملف اللي على الجهاز ده. يعني جابس وقال لك جاد اوبن هوم في حاجه اصلا؟ في حاجه 3 سبعات على السيستم. والله؟ هو كان قال لك جاد اوبن هوم يعني ما مسحهاش. ما عادش اصلا الاقي فايند كل الحاجات اللي اسمها تخيلوا. هو امر فايند واخد 3 سبعات. لا شوف ايه الليست ده شغل كده. هو مش عارف يوصل له اصلا اللايبر اللي كانت بتوصلك دي مش لاقيه. لايب مش عارف ايه كده السو مش لاقيه. سيستم كله لا على الجهاز اللي هناك. انا مش عندي، انا مش مشكله ماشي كده. حد عنده مشاكل؟ الضغط اللي عندك مش اي مشكله. في مشكله؟ طب ماشي، ده مثال يعني. ده مثال بقى تاني بالمره نقول لكم على المثال ده. احنا قلنا ان عندك كوماند اسمه ار ام صح، وقلنا معاه اوبشن داش ار خلاص. في اوبشن كمان اسمه اف فورس. ار ام داش ار اف ده حلو جدا لانه بيمسح اي ملف ايا كان سلطته. بس باله مسيحه. انا قلت لك عليه قبل كده في الجيش. ايا كان بيمسح اي ملف ايا كان، ايا كان الملف ده بس باله مسيحه. لان قلت لك ار اف داش ار ام داش ار اف سلاش هوم بالمنظر ده حصلت مصيبه. هيمسح اي حاجه تحت هوم. ايوه لو قلت له هوم وجيت سبت مسافه كده مثلا مصطفى، انا عايز امسح ملف سلاش هوم مصطفى سلاش هوم سلاش مصطفى، بس سبت مسافه بين هوم ومصطفى هيمسح اي حاجه في الهوم. شوف هيتغاب عليك. اخيل بقى الاكتر من ده وده. لو جيت اقول له امسح لي سلاش هوم وما نسيتش المسافه هنا، لا ده نسيت المسافه هنا هيمسح الروت فايل سيستم. برافو عليك. موت. مفيش حاجه على الجهاز، جهاز اقرع. طب انت ممكن سؤال؟ طيب ايوه. دلوقتي انا عندي في البيت لما ابقى في اليوزر عادي تمام، ما بيجيبليش اللي هو اليوزر قاعد كذا 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 علامه الدولار ساين كاتب لي بلاش. مش فاهم. بدل ما بتاع دي مكتوبه كده ايوه ماشي، الايدنتيفاير بتاع السيستم كاتب بلاش بس 3 4. ما هو انت كده الدولار ساين ده معناه ايه؟ ان انا مسحت ايه؟ كده الهوم دايركتوري بتاعتك مش لاقيه. كان مش لاقي الهوم دايركتوري بتاعتك. هو انا عندي تحت تحت الروت سلاش روت سلاش هوم سلاش هوم سلاش روت سلاش هوم سلاش روت سلاش هوم سلاش روت سلا يعني الروت بتاعي سلاش هوم في سلاش هوم سلاش اليوزر بتاعي اللي هو معايا. هو كان مش اخويا كان مش لاقي الهوم دايركتوري بتاعتك. ايه؟ مش ده الهوم دايركتوري بتاعتك. مع انها موجوده لو عملت ريجستر لا الملفات اللي فيها ممكن تكون طارد يعني. اه هو اقدر اعمل ريبيرت الحاجات دي ازاي؟ اعمل ريموف لليوزر ده خلاص. ده يعني ده اسبل حل. يعني ده اسبل حل خلاص. يوزر ديل داش ار معاز ده تعمل يوزر اد معاز لحد ما تاخد ادمنستريشن اشوف بقى تحل المشكله دي ازاي. كنت تاخد ملفات من كذا تحطها مكان كذا وتشتغل معاك زي الفل خلاص. فاصبر على نفسك. طب معلش يا مصطفى، انت قلت السيمتوس نفس تقريبا الريد هات صح؟ هو نفسه ريد هات. طب ليه في السيمتوس في الباجي في يوزر بيقول لك اد يوزر وانت هنا في يوزر اد؟ هو اصلا في ريد هات في كل حاجه اسمها يوزر اد. واد يوزر دول اثنين يعني اثنين وتريدز موجودين يعني. بس احنا بنشتغل يوزر اد على طول في سيمتوس في كل حته. كمل ماشي كده؟ طيب
طبعا كل حاجه راحت، كل الاكسكيتابل لايب سي دوت اس او دوت ستاتا دي خلاص انتهت. ده لايبرري مهمه جدا جدا في السيستم. يعني ايه ده؟ يعني ما هي مهمه ازاي حطوا لها حسابات خلاص؟ فممكن كده اي حد ممكن يتظاهر فيها كده. انت الروت يا باشا، انت داخل الروت، انت روت حتى لو البرميشنز بتاعته صفار. طيب ماشي، مش الثلاث تبعات يعني معنى كده ان الازر شغال برضه عليهم ريد وبايت وكيو. لا انت بالنسبه لك انت روت بس. لا مش البرميشن ده، هي معناها ايه؟ معناها اونر وبروكر والازر. صح، الازر دول بقى اي حد ما تعمل شغل اللايبرري دي هتشوفها. شوف الليبراري دي كده البرميشن بتاعتها ايه عندك يا احمد؟ للاسف فايند حتى مش عارف افتحها اشوفها عندي. ده كله طبعا مش عارف اسمها ايه؟ جنبك على الجهاز ده طيب سي تعمل دوت اس او دوت 6. دوت اس او دوت 6. انت سيادتك برميشن دلوقتي انك يوزر عادي، اعمل اس يو